لا لا وخرخ. هلا وسهلا، الأول مرة في المملكة منطقة سفاري، منطقة مفتوحة تخليك تعيش تجربة ما بين الحيوانات وتشوفهم وتقرب جنبهم وأشياء أحلى بكثير. الصفراء تدخل فيها السفاري والمنتزه، الخضراء تدخل المنتزه بس. It's a pleasure for us to be here for a Riyadh season, especially at the safari zone. What a beautiful place we have here. هذه منطقة المسرح المفتوح، فيها أشياء مرة كثير، في العروض الأفريقية والعروض البهلوانية وسيرك الحيوانات. وعلى فكرة منطقة سفاري مهيئة بالكامل لذوي الإعاقة، ومبادرة أقدر موجودة. هذه التراك اللي راح تركبون فيها لما تدخلون منطقة السفاري. Enjoy a very nice experience here, and they will see for the first time, I think, the golden tiger that's very, very rare to see around the world. إذا جيتوا سفاري لازم تأكلون في مطعم حديقة الغابة. غير إن الأكل حلو، شفتوا جو الأدغال بتعيشونه. ولا تنسون تزورون الحديقة المغلقة. تخيل إن في قبة زجاجية فيها أكثر من 250 نوع من الطيور النادرة. في بحيرة المسيح لا تخاف منها، والسلاحف العملاقة لا تنسى تصور معه. سفاري من أحلى الزون في موسم الرياض، تخيل أنك ما تجيها. احجز تذكرتك من بدري.